أعلن اليوم في بغداد عن توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بحريق مستشفى ابن الخطيب والتي صوت عليها مجلس الوزراء، وتضمنت إعفاء كل من سلمان حامد علي مدير مستشفى ابن الخطيب، ونعيم كاظم مزيعل المعاون الإداري، وأحمد جسام علي مسؤول الدفاع المدني من مناصبهم، وإلزام وزارة الصحة بفرض عقوبات انضباطية بحقهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفقا للقانون. إعفاء مدير عام صحة بغداد الرصافة من منصبه وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون. أيضا إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2021 بحق محافظ بغداد ووزير الصحة حسن التميمي الذي قبل الكاظمي استقالته بعد إعلان التقرير. إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتعميمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية، ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة. تفعيل نص المادة 12 من قانون التعديل الثالث في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا. حكومة الكاظمي أكدت بأنها ستلتزم بكل نتائج اللجنة التحقيقية في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، بعد أن منحت تلك اللجنة 5 أيام للتحقيق وكشف ملابسات الحادث. الحريق خلف أكثر من 82 قتيل و110 من المصابين، فكان فاجعة لذوي الضحايا المصابين بفيروس كورونا والراقدين في المستشفى. تلك هي الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية فيما يدور حديث غير رسمي عن أرقام أكثر للضحايا. في أول رد فعل قضائي اتخذت محكمة تحقيق الرصافة ببغداد إجراءات تحقيقية عدة، منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى كما ورد في بيان لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف البيان أن أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قنان الأكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين، وتم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم. من جهتها أوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن هناك خللا وإهمالا وتقصيرا في تطبيق شروط السلامة والأمان في مستشفى ابن الخطيب، وأن الحريق كان بسبب انفجار أسطوانة أكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة. كما أشارت المفوضية إلى أن ردهات المستشفى كانت مكتظة بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين فيه، وأن ذلك دليل على عدم التزام إدارة المستشفى بتعليمات الوزارة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل. ولفتت المفوضية في بيانها إلى أن معظم عمليات الإنقاذ خلال الحريق تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات إطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين.